هلا في سياق حديثنا عن الشحوم والكوليسترول وما شابه ذلك، الترايغليسيريد، الشحوم الثلاثية. خلينا نكون واقعيين، علم الغذاء هو من أكثر العلوم اللي بدك تشوف فيها جدل، بتسمع فيها جدل كتير. وهذه الدراسة كانت بتقول لك مثلا كانوا يحكوا عن الشاي انه ضار، بعدين تغير الموضوع ونحكى كتير عن الشاي الأسود، حتى انه الشاي الأسود بفيد حسب الدراسات وحسب الشركات اللي بتمول هذا الموضوع. هلا بالنسبة للزيت والسمنة بمجمل لازم تنتبهوا، وحكينا الكوليسترول هو ما بهذا الضرر اللي انتم بتتخيلوه. الدليل لما حتى بيقولوا لكم البيضة كل بياض واترك الصفار، طيب الصفار بقلبه بيعيش الصوص ليخلق، طيب اذا كان ضار كيف راح يتكون الصوص بقلب البيضة؟ تمام، هذه اللي لازم انتم تنتبهوا عليها من ناحية. وحكيت انا عن الكوليسترول وفائدته بتركيب الخلق، هو مكون مثل البروتين الاساسي هو الكولاجين، ومن ناحية الشحوم لو قلنا هيك او الليبيدات او ما شابه ذلك على رأسها بيتصدر الكوليسترول، بيدخل في تركيب كتير من اغمدة الدماغ مثل ما حكيت الاعصاب. من ناحية تانية بالنسبة للسكر، او جولدا مائير قالت يعني انا مطمنه انه العرب مشان القدس مش رح يقوموا، مو لاسباب تاني، انا ما بحكي بالسياسه ابدا، ولكن بالمقابل قالت انا مطمنه لانه بياكلوا سكر كتير. السكر لتطرحه من جسمك صعب جدا لتحرق كم كالوريز من السكر، قطعه كاتو هيك او شوكولا بسكر زياده يعني، او الاشياء اللي فيها سكر لتطرحها من جسمك ولا تحرقها. شوف احسب المسافه قديش بدك وقت، مثلا لتحرق 1000 كالوري بدك ساعه ساعه وشوي من الجهد، وهذا لسه السكريات فيها كالوريز اكثر من ال1000، فبيتكدس بالجسم على دهون هي الترايجليسيريد الشحوم الثلاثيه. أما بالنسبة للكوليسترول فهي الأضرار اللي إله هي أقل بكتير من المتوقع. وأحد الأسباب ممكن هي ممكن عم أقول شركات الأدوية أو ما شابه ذلك لتسوق لمنتجاتها لخفض، لأنه كل الناس عندهم بعد ما يكبروا من العمر خصوصا ضمن ستريس الحياة بيزيد وزنهم، خصوصا الرجال بيصير لهم كرش، بيصير مقاومة للأنسولين، بيصير سكر، وبيصير ضغط وارتفاع شحوم، وهذه متوالية لازم تعالجها بشكل تاني. وكل ما أخذ الدواء بيأثر على التاني، والدواء التاني بيأثر على الدواء التالت، وبيضرب لك معدتك وتعال ادخل بحلقة مفرغة.